نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة، وقد جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان. وخلال استقباله نائب رئيس المحكمة المحاسبة الفيدرالية البرازيلية، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعميق علاقات الصداقة مع البرازيل في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السيدة نيكول تشامبين القائم بأعمال سفير الأمريكي بالقاهرة، والسيد بريت ماكغورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي، والسيد جوشوا هاريس رئيس إدارة شمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، والسيدة إيريانا برينغوت كبير مستشاري رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي نقل إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس جو بايدن، وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة التحالف المصري الأمريكي مع تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة ونقلها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار علاقات التعاون الوثيقة والممتدة بين البلدين، خاصة في ضوء الدور المصري الهام بقيادة السيد الرئيس في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياتي إلى الرئيس الأمريكي بايدن، مؤكداً سيادته حرص مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة، وكذا تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة، وذلك في إطار المصالح المشتركة للبلدين ولدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من توتر واضطراب. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد السيد الرئيس على أن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض واقعاً جديداً ويفتح آفاقاً واسعة لبناء السلام ومد جسور الثقة والتعاون والبناء والتنمية في سائر منطقة الشرق الأوسط. في حين أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن التقدير البالغ للإدارة الأمريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة، إلى جانب دورها الأساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرات إعادة إعمار غزة. كما تطرق اللقاء كذلك إلى مستجدات عدد من القضايا الإقليمية، حيث أكد السيد الرئيس الموقف المصري الثابت والمستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية بما ينهي معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها، وكذا يساعد على شغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار. كما تم في ذات السياق مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أشاد السيد سوليفان بجهود مصر الحثيثة على هذا الصعيد، وتم التوافق بشأن أهمية دفع التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من خطر رئيسي على المستوى الدولي. تم أيضاً مناقشة مستجدات قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برونو دانتاس نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية،
وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة المسؤول البرازيلي إلى مصر، مشيدا سيادته بتميز علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل، ومؤكدا حرص مصر على تعميقها في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، وذلك في ظل الرؤى المشتركة والخبرات المهنية الواسعة التي يتمتع بها كل من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر ومحكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، مستعرضا سيادته في هذا الإطار الجهود التي تبذلها مصر من خلال استراتيجياتها المختلفة لمكافحة الفساد ومراجعة الأداء الحكومي وتوفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة. من جانبه أرب السيد دانتاس عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مثمنا الروابط التاريخية المتينة بين مصر والبرازيل، ومؤكدا حرص بلاده على تعزيز التفاهم المشترك مع مصر في مجال الرقابة المالية والقانونية ومكافحة الفساد، خاصة في ظل أهمية دور الأجهزة المعنية بالبلدين في حماية أموال وممتلكات الدولة، ومشيدا في هذا الصدد بما حققته مصر بقيادة السيد الرئيس خلال السنوات الماضية في مجال التنمية الشاملة. اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعظيم التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدين، خاصة في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة إنتوساي، وذلك في ضوء كونها الصوت الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومنصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية بشأن توفير المعايير الرقابية للقطاع العام وتعزيز مبادئ الحوكمة. أعلنت القوات المسلحة في بيان لها أنه انطلاقا من الثوابت الوطنية للقوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وفي إطار جهودها وإجراءات التنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من 7 مايو الجاري وحتى اليوم وثأرا لدماء الشهداء، تمت ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية. كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من إحباط محاولة للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية لعدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد الارتكازات الأمنية، وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل 7 عناصر إرهابية والتحفظ على عدد من المناطق الآلية والخزان والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان. انطلاقا من الثوابت الوطنية للقوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وفي إطار جهودها وإجراءات التنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من 7 مايو الجاري وحتى اليوم وثأرا لدماء الشهداء، تم ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، حيث قامت القوات الجوية يوم 7 مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية. وتدمير عربتين دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية، نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية. كما نجحت القوات المسلحة في اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا، وفجر اليوم 11 مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة، مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية. كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من إحباط محاولة للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية، وتم التعامل معها
مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان، وقد تم التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم حال التعرف عليهم. ونتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و4 جنود، كما أصيب جنديان آخران. هذا وتؤكد القوات المسلحة أنها لن تترك حق الشهداء من أبنائها وعزمها على استمرار جهودها في محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره، وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخاً يوماً بعد يوم، وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصراراً على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم. نعت الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريا زكي شهدائنا من القوات المسلحة المصرية أبطال سيناء الذين يضحون بحياتهم الغالية بكل شجاعة. قال رئيس الطائفة الإنجيلية إن بلادنا تواجه الإرهاب ببسالة وبإيمان حقيقي، وشهداءنا أبطال سيناء يقدمون دماءهم الغالية انتصارا للحق والحياة في مواجهة أعداء الحياة. وأضاف أنه لن ينتصر الشر أبدا على مصر وشعبها، مقدما العزاء لأهل الشهداء الأبطال وجميع المصريين الذين قدموا أرواحهم من أجلنا. وجدد رئيس الطائفة الإنجيلية العهد بالوقوف صفا واحدا مع جميع مؤسسات الدولة المصرية وخلف قيادتها السياسية في مواجهة تحديات واقتلاع جذور الإرهاب الأسود. أدان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان وبشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تمركز أمنية في شمال سيناء. أكد وزير الخارجية الإماراتي أن بلاده تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي، كما أعرب أيضا عن رفضه الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وجدد وزير الخارجية الإماراتي موقف بلاده الثابت وتضامنها مع مصر في التصدي للإرهابيين وفي تأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من هذه الهجمات الآثمة. أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العصومي بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في محاربة التنظيمات الإرهابية، وثمن التضحية الغالية التي يقدمها أبناؤها في دحر خطر الإرهاب واقتلاعه من جذوره. وأكد رئيس البرلمان العربي أن مصر بأبنائها الأبرار والمخلصين من الجيش والشرطة تقوم بدور محوري ورائد في مكافحة ظاهرة الإرهاب ومحاربة التنظيمات الإرهابية نيابة عن المنطقة والعالم أجمع. أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة دعم الوزارة الكامل للقوات المسلحة الباسلة واصطفاف الجميع بكل قوة خلفها. نعى وزير الأوقاف بخالص الحزن والأسى الشهداء الأبرار الذين اغتالتهم يد الخسة والغدر في سيناء. وأكد وزير الأوقاف ثقته البالغة في رجال القوات المسلحة الأبطال وفي قدرتهم على استئصال فلول أهل الشر والقضاء عليهم وتخليص البشرية كلها من شرهم. ووجه وزير الأوقاف كل التحية والتقدير على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في سبيل الحفاظ على الوطن العزيز ودحر قوى الإرهاب والشر، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية للقضاء على الإرهاب والإرهابيين ومحاسبة كل من يرعى الإرهاب أو يدعمه أو يموله.
تتواصل أعمال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم قرابة 40 حزبا سياسيا بالمقر الرئيسي للتحالف وبحضور جميع رؤساء الأحزاب السياسية الأعضاء بالتحالف. ويعقد الاجتماع تحت عنوان الطريق إلى الحوار الوطني، ومن المقرر أن يوجه الاجتماع العديد من الرسائل السياسية الحزبية المهمة، وخاصة التأكيد على الالتفاف المصري خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات التي تواجه مصر، ودعم ومساندة القوات المسلحة والشرطة لاقتلاع جذور الإرهاب من أرض مصر. أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي في مطلع الأسبوع المقبل للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث كشف مدبولي عن أنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة. في هذا الإطار شدد رئيس الوزراء على أن أجهزة وجهات الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديرات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، مشيرا إلى أنه يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال هذه الفترة توفير السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وكذا توفير مستلزمات الإنتاج بما يضمن استمرار عمل المصانع. كما تطرق مدبولي أيضا خلال هذا الاجتماع إلى الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية استعدادا لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. هذا وقد استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع مياه بغرب سيناء. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى بكافة أجهزتها إلى دفع معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوفير المستلزمات المطلوبة، مشيرا إلى أن لجنة تعويضات المقاولين ستتولى عملها لصرف أي تعويضات مستحقة للمقاولين، وذلك طبقا للآليات المعتمدة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد الإشارة إلى الأهمية الكبيرة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في تحسين مستوى جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات. وأكد مدبولي أن تنفيذ ما تتضمنه المبادرة الرئاسية من مشروعات يأتي على أجندة أولويات عمل الحكومة، حيث أن تلك المبادرة ستسهم في تحسين حياة نحو 60 مليون مواطن من سكان الريف المصري. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركات مصرية وفرنسية. تنص المذكرة على إقامة مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء من الطاقة النظيفة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة. وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تعمل وبدأ على دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة، لا سيما من خلال منح تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات الخضراء والاستفادة من فرص التمويل الأخضر وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم لمشروعات تدعم هذا التحول. كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين. وعلى هامش التوقيع أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، حيث تحاول الدولة حاليا تعزيز إجراءات الحماية الوطنية من أجل مواكبة التطورات وتداعيات الأزمات التي يشهدها العالم حاليا وتخفيف أثرها على الطبقات الاجتماعية، خاصة من متوسط الدخل والأسر الأكثر احتياجا.
شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وشركة مصر للتأمين بشأن إتاحة تقديم خدمة تسجيل بيانات العملاء الراغبين في الاشتراك بوثائق التأمين التي تتيحها شركة مصر للتأمين من خلال مكاتب البريد وفقا للنظم الإلكترونية الحديثة. يهدف هذا الاتفاق إلى زيادة ونشر الوعي التأميني عبر توفير نماذج تأمينية متعددة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة قطاعات الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال توفير منتج تأميني خاص بعمال مصر ويلائم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف المناطق بجميع المحافظات، وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثل في بنية تحتية قابلة لاستيعاب متطلبات المواطن المصري باستخدام أحدث النظم والحلول التكنولوجية، إلى جانب الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل الأموال ونصب والاحتيال على المواطنين والفساد الوظيفي، وتمكنت من ضبط عدد من القضايا في هذا الإطار. في إطار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والفساد الوظيفي وتزوير المحررات الرسمية، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 7 تشكيلات عصابية بالقاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية وسوهاج وقنا لقيام عناصرها بالإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بعد استبدالها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وبلغ حجم تعاملاتهم في هذا النشاط الإجرامي ما يقارب 10 ملايين جنيه. وعلى صعيد ضبط جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، نجحت مديرية أمن الغربية في ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية استغل موقعه الوظيفي بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من توصيل مياه لطوابق مخالفة بعقار ملكه مقام على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 5 ملايين جنيه فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير. كما تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط مسؤول المخازن بإحدى المستشفيات بسوهاج استغل موقعه الوظيفي وقام باختلاس كميات من الأجهزة الطبية والأدوات الجراحية المسلمة له على سبيل العهدة من المستشفى والتي تقدر قيمتها بمليوني جنيه، وقام ببيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على قيمتها لنفسه، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام. وفي إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه من مواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية متفق عليها، وتوقف عن سداد أصول المبالغ المالية والأرباح المتفق عليها. وعلى صعيد مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، نجحت مديرية أمن الجيزة في ضبط أحد الأشخاص تقدم بطلب لأحد البنوك للحصول على قرض مالي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1,500,000 جنيه، وتقدم بسجل تجاري مزور يفيد خلافا للحقيقة أنه صاحب شركة للأقمشة، وتمكن من الاستيلاء على قيمة القرض، كما أقر بقيامه بتزوير السجل التجاري. كما تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وبحوزة عناصره تم ضبط المستندات المزورة والأدوات والمعدات المستخدمة في التزوير. ونجحت مديرية أمن المنيا في ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، ويتم اتخاذ مسكن أحد عناصر التشكيل وكرا لممارسة هذا النشاط الإجرامي، وتم ضبط المحررات المزورة والأدوات المستخدمة في عمليات التقليد والتزوير.
وفي إطار التصدي لجرائم غسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بمطروح لقيام عناصره بمحاولة غسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 343 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 111 طن مواد غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط نحو 6 أطنان من السلع الغذائية، كما تم ضبط أكثر من 33.5 طن سلع غذائية في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 12 طنا وتم ضبط 60 طن أسمنت في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 419 قضية من بينها 75 قضية خبز ناقص الوزن و118 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. توجه وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن. يأتي ذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ والذي يعقد يومي 12 و13 من مايو الجاري. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع الذي تستضيفه الدنمارك يعقد برئاسة مشتركة من جانب كل من مصر بوصفها دولة الرئاسة المقبلة للمؤتمر والمملكة المتحدة دولة الرئاسة الحالية، وذلك بمشاركة العديد من وزراء ومسؤولي الدول الأعضاء باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. هذا وقد أطلقت الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الشعار الرسمي للمؤتمر. من المقرر انعقاد المؤتمر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، ويسلط الشعار الضوء على الهوية الثقافية الفريدة لمصر والروافد الأفريقية للحضارة المصرية القديمة، فيبرز هذا الشعار الشمس بوصفها أحد أهم الرموز الثقافية في القارة الأفريقية، وهي تحتضن بدورها شمس أتون التي تسلط أشعتها على أفق جديد. كما يوجه مجمل تصميم الشعار رسالة بأهمية الحفاظ على كوكبنا. أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات لجريمة الاغتيال النكرة للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة، وذلك بالقرب من مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك إصابة الصحفي علي السمودي. وأكدت وزارة الخارجية أن تلك الجريمة بحق الصحفية الفلسطينية خلال تأدية عملها تعد انتهاكا صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعديا سافرا على حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير، مطالبة بالبدء الفوري في إجراء تحقيق شامل يفضي إلى تحقيق العدالة الناجزة. هذا وتتقدم وزارة الخارجية بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيدة ولكافة الأشقاء الفلسطينيين في هذا المصاب الجلل. من جانبها دعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق شفاف بشأن اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة، ويأتي ذلك فيما تتوالى الإدانات العربية والدولية المنددة بحادث الاغتيال. We'll be right back.
استضافت المغرب الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي بدعوة مشتركة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. يشكل الاجتماع مرحلة أخرى ضمن مواصلة الانخراط والتنسيق الدولي في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي مع التركيز على القارة الأفريقية وتطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. ويستعرض وزراء التحالف خلال الاجتماع المبادرات المتخذة فيما يتعلق بجهود ضمان الاستقرار في المناطق التي تأثرت في السابق بالهجمات الإرهابية. والحضاري والمصنفة تراثا للإنسانية من طرف اليونسكو، رسالة بليغة إلى العالم في زمن تنامت فيه وثائر التهديد من جانبه أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن الإرهاب كبد الدول الأفريقية أكثر من 70 مليار دولار، وهو ما يهدد التنمية الاقتصادية بالقارة. كما لاحظنا كذلك تقارب أكثر فأكثر بين الجماعات الانفصالية والجماعات الإرهابية، حيث أصبح الإرهاب يغذي الانفصال والعكس صحيح. يضاف إلى ذلك تأثير الإرهاب على التنمية بإفريقيا، حيث بلغ الأثر الاقتصادي للإرهاب أكثر من 170 مليار دولار، مما كان له تأثير مباشر على الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول الإفريقية. ويسعدني أن ألاحظ أن الاجتماع الوزاري أعرب عن تضامنه العملي والواضح مع الدول الإفريقية، وأعاد التأكيد على العزم الجماعي على مواجهة التهديد المتطور لداعش في إفريقيا. نعود مشاهدينا للتذكرة بهذا الخبر، حيث تتواصل أعمال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية والذي يضم قرابة 40 حزبا سياسيا بالمقر الرئيسي للتحالف وبحضور جميع رؤساء الأحزاب السياسية الأعضاء بالتحالف. ويعقد الاجتماع تحت عنوان الطريق إلى الحوار الوطني، ومن المقرر أن يواجه الاجتماع العديد من الرسائل السياسية الحزبية المهمة، وخاصة التأكيد على الالتفاف المصري خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات التي تواجه مصر ودعم ومساندة القوات المسلحة والشرطة لاقتلاع جذور الإرهاب من أرض مصر. التاسعة لا تزال تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. غوتيريش يحذر من خطر موجة جوع عالمية بسبب الأزمة الأوكرانية. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يشعر بقلق بالغ من انتشار الجوع في مناطق مختلفة من العالم بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية. خلال لقائه مستشار النمسا ووزير الخارجية في فيينا، أكد غوتيريش أن المحادثات جارية لإجلاء مزيد من المدنيين من مناطق الصراع في أوكرانيا، غير أنه استبعد عقد محادثات سلام حول أوكرانيا في وقت قريب. And the cherished home for many United Nations entities. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في الدخول في مواجهات عسكرية مع حلف شمال الأطلسي. أشار أوستن إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بخصوص الأزمة الأوكرانية، وأكد وزير الدفاع الأمريكي أنه لا يمكن توقع ما إذا كانت روسيا ستلجأ للأسلحة النووية بعدما بدأت بالفعل في الاستعانة بالصواريخ فرط الصوتية. وذكر أوستن خلال جلسة الاستماع في مجلس النواب الأمريكي أن استخدام بوتين للصواريخ الفرط الصوتية يجعل من الصعب أن يتوقع أحد ما الذي يفكر به بخصوص استخدامه لاحقا لأسلحة نووية. أعلن الكرملين أن قضية مساعي انضمام فنلندا والسويد المحتمل إلى حلف شمال الأطلنطي الناتو تخضع لتحليل دقيق
من الجانب الروسي. وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن موسكو تراقب بعناية كل ما يتعلق بالإجراءات التي يمكن أن تغير شكل تحالف الناتو بالقرب من حدود روسيا. وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وقع اتفاقية أمنية جديدة مع السويد في حين يعتزم توقيع اتفاقية أخرى مع فنلندا. وبموجب الاتفاقيات تلتزم المملكة المتحدة بدعم القوات المسلحة لكل من السويد وفنلندا في حالة التعرض لهجوم، كما تكثف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع البلدين. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو لا تريد حربا في أوروبا. وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي في مسقط بعد محادثات مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي أن الدول الغربية ترغب في أن ترى هزيمة روسيا في حملتها العسكرية في أوكرانيا. في الوقت نفسه أكد لافروف أن موسكو لديها ما يكفي من المشترين لمواردها من الطاقة خارج نطاق الدول الغربية، وذلك في الوقت الذي تحاول دول الاتحاد الأوروبي تقليص اعتمادها بشكل حاد على النفط والغاز الروسيين. اتفقت كندا وألمانيا خلال اتصال هاتفي جمع رئيس الوزراء الكندي ترودو مع المستشار الألماني أوليف شولتز على تعزيز العزلة الاقتصادية لروسيا. وقال بيان مكتب رئيس الوزراء الكندي أن ترودو وشولتز اتفقا على الحفاظ على التوافق والتنسيق الوثيقين لمواصلة دعم أوكرانيا وزيادة عزلة روسيا اقتصاديا. كما أعرب الجانبان عن قلقهما إذا الآثار العالمية الأوسع للحرب بما في ذلك أثارها على الطاقة والأمن الغذائي. وأثنى ترودو وشولتز على الشعب الأوكراني لشجاعته وكرر دعمهما لقوى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وحكومته والتزم بمواصلة الدعم الاقتصادي والأمني والإنساني لأوكرانيا. من ناحية أخرى قال المستشار الألماني أوليف شولتز إن أوكرانيا قد تعاني من تداعيات العملية العسكرية الروسية لمئة عام. أضاف شولتز أن التداعيات السلبية تأتي بسبب الذخائر غير المنفجرة المنتشرة في عدد من المدن. وأضاف المستشار الألماني أن الدول الحليفة ستساعد أوكرانيا في إعادة البناء ومواجهة تداعيات العملية العسكرية. أعلنت أوكرانيا أنها ستعلق تدفق الغاز المار بأراضيها عبر نقطة عبور، مؤكدة أنها تنقل ما يقرب من ثلث الوقود المنقول من روسيا إلى أوروبا. أوضحت شركة غاتسو التي تشغل نظام الغاز الأوكراني أنها ستوقف الشحنات عبر طريق سوخارنيفكا اعتبارا من اليوم، معلنة حالة القوة القاهرة وهي بند يفعل عندما تتعرض شركة ما لشيء خارج عن إرادتها. وافقت شركة في إن جي الألمانية على سداد ثمن الغاز الروسي المورد إليها وذلك عبر غاز بروم بانك، وذلك بناء على الآلية التي طرحتها موسكو. وأوضحت الشركة الألمانية أن تحويل الأموال من اليورو إلى روبل الروسي لن يسبب لها أي صعوبات. تعد مدينة أوديسا الساحلية الاستراتيجية الواقعة جنوب غربي أوكرانيا واحدة من أبرز أهداف العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. مدينة أوديسا تعرف بلؤلؤة البحر الأسود، ونتعرف على المزيد حول أهميتها في العرض التالي. We'll be right back.
أكد المكتب الفيدرالي للإحصاء أن التضخم السنوي في ألمانيا تسارع في شهر أبريل الماضي إلى 7.4% بعد أن سجل المؤشر في شهر مارس 2022 مستوى 7.3%. وأشار مكتب الإحصاء الألماني إلى أن أسعار المستهلكين في ألمانيا قد ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 8%. وعن أسباب ارتفاع الأسعار أشار المكتب الألماني إلى حدوث اضطراب في سلاسل التوريد وسط جائحة فيروس كورونا، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية. أكدت رابطة الشركات الأوروبية تراجع مبيعات السيارات الجديدة في روسيا في شهر أبريل الماضي. أشارت رابطة الشركات الأوروبية إلى أن المبيعات في روسيا قد انخفضت بنسبة 78.5% على أساس سنوي بسبب التضخم المرتفع والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يضع التضخم على رأس أولوياته الوطنية ويشعر بمعاناة الأمريكيين بعد أن بلغ التضخم أعلى معدل له في 4 عقود. بايدن اعترف بأن بعض جذور التضخم خارجة عن سيطرته، مشيرا إلى أن فيروس كورونا وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسبب في تضخم تاريخي في دول العالم أجمع. لا تفرق الأزمة الاقتصادية العالمية ما بين دولة عظمى وأخرى نامية، فتداعياتها تضرب بقوة. الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أنه يضع التضخم على رأس أولوياته الوطنية ويشعر بمعاناة الأمريكيين بعد أن بلغ التضخم أعلى معدل له في 4 عقود. بايدن اعترف بأن بعض جذور التضخم خارجة عن سيطرته، مشيرا إلى جائحة كورونا وتداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا اللتان وصفهما بالتسبب في تضخم تاريخي في دول العالم أجمع. الرئيس الأمريكي عول في تبريراته للتضخم على ارتفاع أسعار الوقود باعتبارها تسببت في 60% من التضخم في مارس الماضي. وفي أبريل خرجت الأسعار عن السيطرة، حيث زادت أسعار البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة لتسجل مستوى قياسيا جديدا، وسجل جالون البنزين سعة نحو 3.75 لترات، سجل متوسط سعر أكثر من 4.37 دولارات في أبريل مقارنة ب$2.96 بالعام الماضي. أسعار الوقود دفعت البيت الأبيض إلى إعلان اعتزامه تعليق ضريبة البنزين للاتحادية باعتبارها خياراً ضرورياً للتصدي لأسعار البنزين المرتفعة. بايدن تعهد أيضاً بمعالجة ما يمكن لإدارته بدءاً من الاحتياطي الفيدرالي الذي يؤدي دوراً كبيراً في مكافحة التضخم، كما أشار إلى إمكانية إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية التي فرضها سلفه دونالد ترامب في 2018. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 58 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 21 من مايو الجاري. يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضحت وزارة الصحة أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظة الحدودية والقرى الأكثر احتياجا، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. هذا وتضم القوافل كافة التخصص الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وبالإضافة أيضا إلى صيدليات تتوفر بها كافة الأدوية مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة. أقيمت قافلة طبية بالوحدة الصحية في حدربة جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 128 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء عدد 21 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، كما تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج وبالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.
أعلن جميع رؤساء الأحزاب الأعضاء في تحالف الأحزاب المصرية تأييدهم بالإجماع للدعوة الكريمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية بتنظيم مؤتمر للحوار الوطني دون إقصاء أو استثناء لأحد لوضع خارطة طريق للعبور بمصر للجمهورية الجديدة. ثمن رؤساء أحزاب التحالف هذه الدعوة كما وجهوا رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي على هذه المبادرة الرئاسية الكريمة والتي تكشف عن مدى تقدير الرئيس السيسي للأحزاب والقوى السياسية المصرية، وأن الدخول للجمهورية الجديدة يحتاج إلى الاستفادة بكل الآراء والرؤى الوطنية تنفيذا لما أعلنه أن مصر وطن يتسع للجميع وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. وأشاد أعضاء رؤساء الأحزاب السياسية أعضاء التحالف بتكليف الرئيس للمؤتمر الوطني للشباب بتنظيم وإدارة هذا الحوار كمظلة محايدة، وهو ما كشفت عنه بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب بالأمس بالحرص على الحيادية والتجرد، وأن هذا المؤتمر يعقد تحت الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية، حيث أن قانون إنشاء الأكاديمية يؤكد تبعيتها لرئيس الجمهورية. هذا ويدعو رؤساء الأحزاب السياسية أعضاء التحالف جميع القوى الوطنية المدعوة لمؤتمر الحوار الوطني على ضرورة تغليب المصلحة العامة لمصر وشعبها على أي مصالح خاصة، وأن تنتهز فرصة تنظيم مؤتمر الحوار الوطني للدخول إلى الجمهورية الجديدة وتطلعات الشعب المصري ونبذ أي خلافات سابقة من المشهد العام في هذا المؤتمر والذي سيكون محط أنظار الشعب المصري كله بل والرأي العام الدولي. ويرى رؤساء الأحزاب السياسية أعضاء التحالف بعد المناقشات المثمرة والبناء التي جرت خلال الاجتماع أن تتضمن أجندة المؤتمر قضايا الإصلاح الاقتصادي والتنمية البشرية ومواجهة التهديدات الخارجية للأمن القومي المصري ووضع حلول لمشكلة البطالة والديون والنهوض بالتعليم والصحة ومواجهة مشكلة الزيادة السكانية وإجراء مراجعة لعدد من القوانين السياسية ومنها قانون الأحزاب وتنظيم المؤسسات الأهلية وأيضا قانون الأحوال الشخصية وطرح قضايا توطين الصناعة المصرية ودعم المزارع لزيادة الإنتاج الزراعي. كذلك التأكيد على عدم الاحتكار لحماية المواطن المصري مع التمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حماية الوحدة الوطنية. هذا ويؤكد جميع رؤساء أحزاب التحالف على دعم القوات المسلحة والشرطة المصرية وتوجيه الشكر والثناء لهم على ما يقدمونه من تضحيات لاستقرار الأمن والأمان. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لصدور قرار بمد فترة التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية، وشدد المركز الإعلامي على أن آخر موعد لتلقي طلبات التقديم للراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية في أداء فريضات الحج للموسم المقبل غدا الخميس، وأنه لا نية لمدها لأي فترة أخرى. والآن مشاهدينا موعد جولتنا الاقتصادية نتابعها مع ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا ريهام، شكرا آية، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال لأخبار الاقتصاد. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الحرص على تعزيز الدور المحوري لقناة السويس باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز المجتمع الملاحي الدولية. هذا وقد شهد رئيس هيئة قناة السويس ورئيس غرفة الملاحة الدولية إسبن بالسن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، وذلك على هامش الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الغرفة لقناة السويس بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين. من جهته أشاد رئيس غرفة الملاحة الدولية بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس لدعم المجتمع الملاحي وكيفية إدارتها للأزمات المختلفة، لا سيما تعاملها بشكل احترافي مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية إيفر جيفن.
أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على تعزيز جهود التعاون الثنائي المشترك مع الأشقاء في دولة تونس. جاء ذلك خلال ترأسها مع وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة. وقد بحث الاجتماع نتائج مفاوضات وفدي الخبراء المصري والتونسي والتفاهمات المشتركة على كافة المستويات الاقتصادية والفنية ووثائق التعاون المقترح التوقيع عليها في ختام اجتماعات اللجنة. من جانبها أكدت الرابحي أن الدورة 17 من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة تمثل انطلاقة جديدة نحو علاقات التعاون الثنائي بين البلدين. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن مصر دائماً ما تؤكد على انفتاحها الدائم على التعاون متعدد الأطراف مع الأطراف كافة من شركاء التنمية متعدد الأطراف وثنائيين لتعزيز رؤيتها التنموية 2030. جاء ذلك خلال مشاركة المشاط افتراضياً في الجلسة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022، والذي يهدف للنقاش حول التعاون متعدد الأطراف في أوقات الأزمات. وأوضحت وزيرة التعاون أن تجربة مصر في التعاون الدولي والتنميل الإنمائي تعد تجربة رائدة، حيث تبلغ المحفظة نحو 26 مليار دولار وتضم نحو 372 مشروعا. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 6 مليارات و100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 712 مليار و204 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح المؤشر إي جي إكس 30 على 10855 نقطة مرتفعا بنحو 41% ليغلق عند مستوى 10811 نقاط. وقد فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان عند 1847 نقطة بنسبة ارتفاع بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 1863 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان عند 2808 نقاط مرتفعا بنسبة 94% ليغلق عند مستوى 2834 نقطة. تراجعت الأسهم السعودية مواصلة خسائر الجلسة السابقة مع جني المستثمرين الأرباح في أعقاب ارتفاعها لأعلى مستويات في عدة أعوام في الآونة الأخيرة. وانخفض مؤشر البورصة السعودية 1% بعد يوم من تسجيله أكبر انخفاض في أكثر من 5 أشهر. كما تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.9%، وهبط كذلك المؤشر الرئيسي في أبوظبي بنسبة 1.2%. في المقابل صعد مؤشر البحرين بنسبة 1.2%، كما ارتفع مؤشر عمان بنسبة 1.1%. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لريهام وآية إليكم. شكرا ميرفت. تطل علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي الراحل ممدوح وافي، والذي رحل عن عالمنا في 17 من أكتوبر عام 2004 عن عمر ناهز 53 عاما. تخرج وافي في كلية التجارة وبدأ حياته المهنية بالعمل محاسبا في أحد البنوك الحكومية، إلى أنه اتجه إلى التمثيل عقب تخرجه في المعهد العالي للعلوم المسرحية. واشتهر الفنان الراحل من خلال مجموعة من الأعمال الكوميدية بالسينما والتلفزيون والمسرح. We'll be right back.
ونتحول الآن للتعرف على أهم أنباء الرياضة في نشرة التاسعة. نعود فيها مرة أخرى إلى ميرفت المليجي، إليك. شكرا آية وريهام، وأهلا بكم مشاهدينا مجددا مع أخبار الرياضة. أهلا بكم، والبداية مع الدوري الممتاز، حيث حقق سموحة فوزا كبيرا على مضيف الاتحاد السكندري بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة 18 من المسابقة. وبهذا الفوز رفع سموحة رصيده للنقطة 30 في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 19 نقطة في المركز 13. حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة المصري مع غزل المحلة في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة 18 من الدوري الممتاز. افتتح المصري التسجيل بالدقيقة 68 عن طريق التونسي إلياس الجلاسي، وقبل أن يدرك غزل المحلة التعادل في الدقيقة 87 بأقدام أحمد غنيم. بهذه النتيجة رفع المصري رصيده للنقطة 20 محتلا المركز 12 بجدول الترتيب، فيما رفع المحلة رصيده للنقطة 21 في المركز 11. إلى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد في نسختها 38 والمقامة في النيجر، حيث فاز الأهلي على دون باسكو الإيفواري بنتيجة 36-17، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى. وبهذا الفوز تصدر الأهلي المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، يليه فاب الكاميروني بفارق الأهداف لصاحب الفريق الأحمر، ويأتي دون باسكو في المركز الثالث بدون نقاط، يليه كريكوس بدون أي نقاط أيضا في المركز الرابع. تأهل النادي الأهلي إلى دور الثمانية لبطولة إفريقيا لكرة الطائرة في نسختها 40 المقامة في تونس. جاء ذلك التأهل للأهلي بعد فوزه على باب الكاميرونية بنتيجة 3-0 وبنتيجة أشواط 35-11، 25-15 و25-18. وبهذا الفوز أنهى الأهلي المجموعة الأولى في الصدارة برصيد 6 نقاط بينهم، بينما جاء نادي الأولمبي القليبي التونسي في المركز الثاني برصيد 2 نقطة، بينما احتل باب الكاميروني المجموعة في المركز الثالث بنقطة واحدة. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في دور الثمانية مع ثاني المجموعة الثالثة. نهاية أخبار الرياضة وعودة لريهام وآية، إليكم. شكرا مروة. في سابقة تحدث لأول مرة بشواطئ البحر الأحمر وبالتحديد في مدينة مرسى علم، نظم أحد المنتجعات السياحية رحلة غطس تحت الماء لعدد من السائحين الأجانب من ذوي الهمم. يأتي ذلك بهدف رفع الحالة النفسية والصحية لدى السائحين وكنوع من أنواع الترفيه والجذب السياحي لشواطئ مرسى علم. من جانبهم أعرب المشاركون برحلة الغطس عن سعادتهم بتواجدهم في مرسى علم وممارسة الغطس في أعماق البحر ورؤية الشعب المرجانية والكائنات البحرية نادرة الظهور. والآن مشاهدينا نتعرف على حالة الطقس. نعود مرة أخرى إلى ميرفت المليجي، إليك ميرفت. شكرا ريهام وآية، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا مع حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولطيف ليلا على القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات، ففي القاهرة العظمى 31 والصغرى 20، الإسكندرية 26-18، مطروح 22-17، بورسعيد 24-19، الإسماعيلية
31-18، السويس العظمى ستكون 31 والصغرى 19، العريش 25-18، طابة 31-20، شرم الشيخ 34-25، الغردقة 34-23، الأقصر العظمى 40 والصغرى 24، أسوان 41-25، الوادي الجديد 40-23، شلاتين 35-20، وأخيرا حلايب 32 والصغرى ستكون 21. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا أترك حضراتكم مع لقطة اليوم. Yes, with both hands. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne peut pas être trop. Je vais venir après. وصلنا إلى ختام نشاط التاسعة. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الإخبارية من التاسعة. برنامج التاسعة لا زال يتواصل مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور. ازيك يا ريهام؟ ازيك يا آية؟ عاملين إيه؟ كله تمام؟ بيك. طبعا أنت أكيد عندك مواضيع كتيرة جدا جدا النهاردة في الحلقة. كتير. يعني اكيد من ابرزها العمليه اللي حصلت النهارده في سيناء، اكيد استشهاد شيرين ابو عقله، اكيد كمان هنتكلم في فقرتنا الرئيسيه على موضوع الشهر العقاري والتسجيل، فتابعونا لو عايزين تسجلوا حاجه يعني. أكيد. ان شاء الله اشكركم واستاذنكم نبدا فقرتنا.